ايضا على الجهاز العارضة، عارضة التوازن. إذن هذه من كوريا الجنوبية، عمرها 18 سنة، 154 سنتيمتر طولها، 49 كيلوغرام وزن هذه الفتاة الكورية الجنوبية بارك يونغ. دوران في الاعتماد على قدم واحدة والعودة والسقوط، والسقوط نصف درجة. إذا تبدأ من حيث انتهت وليس من بدايتها، من حيث انتهت تعود خلال 10 ثواني. تستعيد قوتها. إذا عدم التحكم بالتوازن الجسم. بارك يونغ كوريا الجنوبية تشارك في هذه الفتاة، بينما كوريا الشمالية تشارك بفريق كامل. إذن غير